عاجل، كبرى قواعد اليمن العسكرية تنهب الآن. شاهد ماذا يحدث، تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشفت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة عن تعرض أكبر القواعد العسكرية في اليمن لعمليات نهب واسعة تتواصل في هذه الأثناء بعلم التحالف، وتشمل جميع المعدات بما فيها مولدات كهربائية ضخمة، ما ينذر بتفجير الوضع جنوبا، علاوة على إغراق محافظة بأكملها في ظلام الدامس. وأكدت المصادر المتطابقة أن القوات السودانية التي كانت تتمركز في قاعدة العند بمحافظة لحج تواصل منذ مساء الأمس تنفيذ عمليات نهب واسعة لمعدات وأسلحة تابعة للجيش الوطني تعود إلى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية وعفاش وهجومهم على القاعدة في 2015، موضحة أن المعدات التي تشمل كانترات ومولدات ورافعات ومكيفات بالإضافة إلى قطع غيار طائرات خاصة تلك التي تضررت خلال مواجهات تحرير قاعدة العند في أغسطس 2015، يتواصل نقلها على متن قاطرات تابعة للقوات السعودية إلى معسكر التحالف في العاصمة المؤقتة عدن بموجب توجيهات مباشرة منها. وأشارت إلى أن عمليات النهب الواسعة لمعدات وآليات قاعدة العند المشيدة من الاتحاد السوفيتي سابقا في لحج لتغدو أكبر قاعدة عسكرية جوية وصاروخ في منطقة الشرق الأوسط لم يكن مرتبا لها من الكتائب السودانية التي كانت تتمركز فيها، ولكنها تمت بموجب توجيهات لاحقة من القوات السعودية. ووفق المصادر العسكرية والمحلية المتطابقة في محافظة لحج، فإن الكهرباء انقطعت عن قاعدة العند ومحيطها جراء توقف عمل المولدات العملاقة للكهرباء التابعة لها وبدء عمليات نقلها إلى عدن، والتي تتواصل على متن أسطول يضم عشرات من قاطرات النقل السعودية. تأتي هذه الخطوة من جانب التحالف بقيادة السعودية بعد تسليم القوات السعودية القاعدة الاستراتيجية لقوات درع الوطن المشكلة بدعم وإشراف من السعودية، بدلا عن ميليشيا ما يسمى لواء الثالث حزم التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.